زي العيون دي عيون جاهزة، واحنا هنعملها هنا عندنا في البيت. هنحتاج شريط دواء قديم بس يكون مدور، وورقة وفوم وخرامة ومسدس شمع وكمان مقص، حاجات كلها موجودة في البيت ونقدر نجيبها. وبعدين هنقص على قد دي كده عشان نعمل عيون، نقصها مظبوط حواليها. لزقناها، دي الجاهزة ودي اللي عملناها، يعني مفيش فرق خالص ومش مكلفة خالص. ويا رب تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير، وباي باي.